معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي اليمني صلاح الأغبر، وأيضا ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك صلاح، يعني كل ما نتابعه ويوشي باستمرار الحوثيين بهذه التهديدات وهذه الاستهدافات، يأتي اليوم حديث المرشد الإيراني قبل ساعة تقريبا، وهو يتحدث يشيد من جهة بهذه الاستهدافات ووصفها بالأمر العظيم، وأيضا يتحدث عن استمرار هذه العمليات. يعني احنا قلنا من اول يوم انه العمليات الحوثيه ستستمر والدعم الايراني سيستمر. قبل ما ادخل الاستوديو قرات خبر انه في القياده الوسطى الامريكيه ضبطت شحنه اسلحه جديده تحمل رؤوس حربيه للصواريخ ومعدات توجيه للصواريخ، كانت في طريقها الى الحوثيين في اليمن. امر طبيعي ان تشيد ايران بهذه الهجمات، لانه في الاخير من يوجه بهذه الهجمات هو ايران. يعني عرفنا الميليشيا الحوثيه احد اذرع ايران في المنطقه، لا تستطيع هذه الميليشيا ان تقوم بهذا العمل الذي تقوم به من دون إذن من إيران ومن دون الخبراء الإيرانيين. وبالتالي هذا يكشف ما قاله الخامنئي اليوم، يكشف ما نقوله دائما أنه التوجيهات تأتي للميليشيا الحوثية من إيران لتنفيذ هذه الهجمات في البحر الأحمر لأهداف كثيرة، يعني يعرفها كثير من أهداف إيرانية، وهناك أهداف خاصة أيضا بالحوثيين، ليس الأمر بالمطلق يعني خاص بإيران، لكن هناك أهداف خاصة للحوثيين وللقيادة الحوثية على وجه الخصوص. يعني الحوثيون الآن يعني يعتقدون أنهم يحققون المزيد من الشعبية، يعتقدون أنهم يحققون أفضلية على الحكومة الشرعية وعلى الجهات، على خصومهم في داخل اليمن من خلال الوقوف مع غزة واستغلال عواطف الناس الجياشة الجرائم التي تجري في غزة. وهذه حسابات طبعا آنية ربما للحوثيين، لكن أيضا هم يقدمون أنفسهم كقوة يجب أن يتعامل معها الغرب والدول الكبرى على أنها هي الدولة، هي اليمن. ونلاحظ حتى في بعض وسائل الإعلام الغربية للأسف الشديد تقول هجمات على اليمن والضربات العسكرية على اليمن، حتى وسائل إعلام عربية. وبالتالي هم يحققون تقدم في الدعاية في المجال الدعائي، لكن ربما يكون أيضا هذا الأمر مكلف جدا بالنسبة لهم إذا ما قررت الولايات المتحدة الذهاب إلى ما هو أبعد من استهداف المنصات التي يعني تهدد الملاحة في البحر الأحمر. سأعود إلى هذه النقطة وإلى الخيارات الغربية والأمريكية والبريطانية، خصوصا بما أنه كان أيضا اليوم أمام بيان يؤكد أنه كل هذه القطع البحرية الأمريكية والبريطانية هي أهداف للحوثيين. ولكن أود أن أسمع رأيك دكتور عبد الملك فيما يتعلق بكلام خامنئي اليوم. يعني من المعروف كما ذكر صلاح بأنه الدعم يأتي من إيران، ولكن منذ اليوم الأول إيران حاولت التنصل من الهجمات، بمعنى من إعطاء الأمر للقيام بهذه الهجمات. بالتالي اليوم عندما يتحدث خامنئي عن استمرار هذه الهجمات والاستهدافات في البحر الأحمر، إلى ما يؤشر ذلك؟ تحية وتقدير لك أستاذة كارولينا، وتحية وتقدير للصديق العزيز الأستاذ صلاح الأغبر والمشاهدين الكرام. هو منعطف خطير في مسألة التصعيد الإيراني، التحول من موقف التقية الذي كان متوقعا، وما زلت أعتقد أن النظام الإيراني سيذهب إلى التقية لحماية نفسه من التبعات الجنائية للإرهاب القائم الآن، إلا أنه نقرأ تصريحات خامنئي على أنه يشيد بأداء الحرس الثوري الإيراني وضباط الحرس الثوري الإيراني في اليمن، يشيد بأدواته المتمثلة في ميليشيا الحوثي التي تقوم بتنفيذ الأجندة حسب المخطط الإيراني. وهذا الكلام ليس قراءة وتحليلا من عند محللين سياسيين، بل هو ناجم عن تقارير استخباراتية نشرت للعلن من المخابرات الأمريكية ومن البريطانيين، اتهامات رسمية من تعبيرات رسمية من الحكومة البريطانية الخارجية والدفاع من الأمريكان أن إيران هي من تخطط لهذه الهجمات، والحوثيون مجرد منفذين، وإن كان أعطي الحوثيون شكلا من أشكال التفويض المعين في الأمور العملياتية، إلا أنه إشادة خامنئي إشادة برجاله، سواء رجاله المباشرين المتمثلين في ضباط الحرس الثوري الإيراني الذين يقودون المشهد العسكري والأمني لميليشيا الحوثي، أو بأداء أدواته المتمثلة في ميليشيا الحوثي.
طيب صلاح، اليوم الموضوع كما ذكر دكتور عبد الملك أنه هذا انعطاف اليوم في كلام خامنئي، وأيضا هناك انعطاف على الأرض. البعض يعتبر اليوم أنه صحيح الخبراء التابعين لحزب الله هم من يديرون، من يوجهون، من حتى يساعدون في تركيب القطع التي تصل من إيران إلى اليمن وللحوثيين، ولكن اليوم وجود هؤلاء الخبراء ربما يغير بطريقة العمل وبطريقة الاستهداف. هل فعليا يمكن أن نكون أمام تغيير شكل هذه الاستهدافات، وأيضا من حيث القدرات التي يتمتع بها الحوثيين لاستكمال هجماتهم؟ هو الخبراء الإيرانيين موجودون من فترة طويلة، يعني منذ بداية الحرب وحتى ما قبل الحرب، حتى ما قبل عام 2014 موجودين ويوجهون الميليشيا الحوثية، خاصة على الصعود الفنية، يعني التدريب والسلاح وإيصال السلاح وتركيب الأسلحة والمعدات التي تصل مفككة إلى اليمن. هذا أمر ليس بالجديد. هم أيضا يساعدون في توجيه الهجمات، رصد حركة السفن الآن فيما يجري في البحر الأحمر، لكنهم أيضا يساعدون في تغيير تكتيكات الاستهداف. يعني أمس على سبيل المثال أطلق الحوثيون تقريبا 8 صواريخ كان اللافت جدا أنه لم تطلق من السواحل، لا من البحر الأحمر ولا حتى من سواحل البحر العربي التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، أطلقت من وسط اليمن، يعني من مدينة دمت، وهي مدينة على فكرة يعني من داخل المدينة أطلقت بين المدنيين، ومن منطقة جوبان ومن منطقة مكيراس. هذه الأماكن نستطيع أن نقول أنها وسط اليمن. هم يعلمون أن الطائرات الأمريكية، المسيرات الأمريكية ترصد الساحل الغربي على طول المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي استطاعوا أن يغيروا أماكن الإطلاق، لكن معظم هذه الصواريخ فشلت في الوصول إلى هدفها. وأنا أزعم أن الصواريخ التي يوجهها الإيرانيون هي من استطاعت الوصول إلى البحر، يعني شهدنا هناك فيديوهات إطلاق حوالي 8 صواريخ، وصاروخ واحد أصاب، بينما أطلقوا حوالي 8 إلى 9 صواريخ من هذه المناطق، معظمها سقطت في أماكن بعيدة جدا. نحن نتحدث عن أنواع من الصواريخ، هناك أنواع لديها تقنية جديدة يوفرها الإيرانيون، وهناك أنواع قديمة من سلاح الجيش اليمني ومن سلاح السوفيت، وهذه تفشل يعني دائما. الحوثيون يغيرون فيها بعض الشيء، يعني يأخذون من العبوة التفجيرية ويزيدون المدى فيها، لكن هم قادرين على تغيير الأساليب يعني والوسائل. وكان لافت كما قلت أنه أطلقوا الصواريخ أمس من مناطق سكنية، يعني من مدينة دمت بالقرب، أيضا من مدينة مكيراس ومن مدينة جوبن من وسط المدنيين. هم يحاولون جر الأمريكان إلى ضربات في هذه المناطق ربما توقع مدنيين، وبالتالي يحشدون الشارع وراءهم بشكل أكبر مما يجري حاليا. بالنسبة لإيران، أنا لا أعتقد أنه إيران، يعني هناك ميزة لإيران في التعامل مع ميليشياتها أنها تعطيهم بعض المجال في التحركات الآنية ربما لجنة التوجيه العام، وبالتالي الحوثيون يستطيعون تغيير تكتيكات، يستطيعون حتى في حال أنه إيران لم توجه بعمل معين يستطيعون القيام بكثير من الأمور. يعني على سبيل المثال هناك قول شائع أن الإيرانيين كانوا قد نصحوا الحوثيين مثلا للتمثيل في عام 2014 أنهم لا يتجاوزوا صنعاء ولا ينفذوا انقلاب كامل، لكنهم أرادوا أن يسيطروا على البلد، اعتبروا أنه فرصة انهيار الدولة. وبالتالي أعتقد أن الإيرانيين يعطون ليس فقط للحوثيين، لبقية الميليشيات نوع من حرية الحركة. دكتور عبد الملك، اليوم إذا ما تحدثنا أكثر عن هذه الانعطافة حتى في كلام خامنئي، وكما تحدثنا أيضا في الميدان اليوم لتحركات الحرس الثوري الإيراني، ماذا نفهم من هذه التغييرات ومن هذه المحاولات الإيرانية؟ هل هناك نوع من محاولة الوصول إلى حجز مقعد لإيران عبر الحوثيين وعبر جبهة البحر الأحمر في حال سمحت الظروف وكنا أمام أي نوع من حوار؟ أختي أستاذة كارولينا، نقرأ تصريحات خامنئي بالترافق مع الهجوم الذي حصل على أربيل، بالترافق على توسيع نطاق الاستهداف في البحر الأحمر وخليج عبدن والذي وصل حتى البحر العربي على سواحل عدن، مع مزيد من التصعيد الإعلامي من أدوات إيران، وعلى أنه هنالك رغبة إيرانية لزيادة منسوب التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة. هذا الذي يعني أننا أعتقد أن إيران لن تذهب إلى مغامرة تفضي إلى مواجهات عسكرية مع المجتمع الدولي، وإنما هي لعب بالأوراق
إلى مستوى معين يرفع منسوب التوتر إلى مستوى معين قد يفضي بإيران إلى حصد مكاسب معينة تتعلق بالملف النووي الإيراني، تفضي بإيران لزيادة منسوب التوتر الذي هو استراتيجية إيرانية أصلا ليست جديدة. ودعينا هنا نقرأ المشهد ليس بمعزل، الفاعلون في المنطقة ليست إيران وحدها وليس المجتمع الغربي لوحده، هنالك فاعل مهم جدا في المنطقة هي المحور العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية مع الإمارات العربية المتحدة والدول التي لديها مشروع استقرار وتنمية. هنالك تدافع مشاريع الآن، مشروع يريد للمنطقة تنمية واستقرار تقوده المملكة العربية السعودية ورديفة معها الإمارات العربية المتحدة، هذا المشروع يصادمه مشروع آخر هو مشروع الفوضى الذي تقوده إيران والذي تستفيد منه إسرائيل أيضا وتستفيد منها القوى المعادية للعرب بالذات الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية واليسار الديمقراطي المتطرف الذي لديه نزعة معادية للعرب والذين لا يريدون استقرار المنطقة. وبالتالي نقرأ الصورة بهذا الشكل، تصريحات وزير الخارجية السعودي اليوم هي تأتي لتأكيد ما قلته سابقا في لقاء سابق على القناة أن هنالك مشروعا لاستقرار المنطقة يريد تخفيض التصعيد في كل المحاور سواء في اليمن في لبنان في سوريا وحتى في فلسطين من أجل منطقة مستقرة تنعم بالازدهار والتنمية. دعينا أعود إلى أحداث سابقة ليست من السنة هذه بل من سنوات طويلة، كان المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وكان وقتها وزير الشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش قد وضح أن التحالف القائم ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هو قائم على هدف استراتيجي لصناعة الاستقرار، والذي أكده سمو الشيخ محمد بن زايد أنها معركة الخندق الواحد الذي تسعى لصناعة استقرار المنطقة. هذا التدافع بين المشاريع، مشروع يريد استقرار المنطقة ومشاريع تريد زيادة التصعيد، يجعلنا نقرأ المنعطف الخطير الذي تريده إيران أن هنالك رغبة إيرانية قد تتقاطع مع رغبات لمشاريع معينة تريد إشعال المنطقة وزيادة منسوب التوتر لتحقيق أهداف معينة تتعلق بالنفوذ وأحيانا نوع من العناد السياسي من أجل تعطيل مشاريع أخرى لا تتقاطع مع مشاريعها في المنطقة. طيب صلاح، هذا المشروع الإيراني كما وصفه وكما حدده وحدد إطاره الدكتور عبد الملك، أود منه أن أسألك السؤال الذي ختمت به إجابتك السابقة فيما يتعلق بأنه إيران تعطي مجالا لأذرعها بالتحرك حتى لو كان الموضوع يتخطى طلباتها أو نصائحها أو توجيهاتها على الأرض، لكن اليوم أمام هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بمواجهة إقليمية على مدى أوسع، هل تبقى إيران الضابط مع كل هذه التشعبات والتفاصيل الخطيرة؟ هي هنا النقطة الرئيسية، لما تحدث ضربت مثل كان في الشأن الداخلي اليمني، لكن هذا مش معنى أنه الحوثيين أيضا لا يعطون، هذه ميزة يعني لإيران يعني، ولذلك كانت دائما مسيطرة على ميليشياتها. لكن كما قلت الآن ما يجري الآن أمر أخطر بكثير يعني. لكن حتى الآن لو لاحظت أن الحوثيون لم يذهبوا إلى مثلا إغلاق البحر أو تنفيذ هجمات كبيرة داخل البحر أو تفجير الألغام البحرية، هم لكون عشرات الآلاف من الألغام البحرية الإيرانية وغير الإيرانية حتى التي كانت للجيش اليمني، وبالتالي هم يحاولون فرض لعبة شبيهة بما يجري في جنوب لبنان مثلا على سبيل المثال. قواعد الشباك محدودة ما بينهم وبين الأمريكان، تسجيل حضور للحوثيين ولإيران في البحر الأحمر، رأينا تصريح إيراني واضح جدا محل المسؤولي الإيراني نسيت اسمه يقول أنه نحن البحر الأحمر مجال حيوي خاص بنا، هذا الكلام قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبالتالي نحن نحدد من يمر ومن لا يمر. بالضبط، هذه هي الرسالة التي إيران تريد أن تقول، أنه في حال اندلع صراع مثلا كبير أو ضربت إيران في مرحلة لاحقة أنها تستطيع أن تغلق البحر الأحمر، تستطيع أن تغلق مضيق هرمز، تستطيع أن تشعل المنطقة بكاملها، حتى البحر الأبيض المتوسط ذكروا حين نعم حتى البحر الأبيض المتوسط نعم. فالحوثيون رغم أنه عندهم مجال لكن في الأخير هم محكومون بالمحور الإيراني وبقواعد الشباك معينة. حتى لاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تذهب حتى الآن لضرب مناطق مثلا معسكرات أو قيادات حيوية للحوثيين، هم استهدفوا مناطق معينة جدا تلك المتصلة بتنفيذ هجمات في البحر الأحمر فقط، بمعنى أنه حتى الولايات المتحدة الآن لا تريد للحوثيين أن ينحصروا مثلا من مناطق سيطرتهم. وقال اليوم الحكومة الشرعية وحتى المجلس الانتقالي الجنوبي أكدوا أنه
لن يكون هناك أي أثر لهذه الضربات ما لم يكن هناك تحرير للمناطق التي سيطر عليها الحوثيين. من دون ذلك حتى المناطق التي بعيدة عن البحر الأحمر، لأنه أمس كما قلت نفذوا هجمات بعيدة من البحر الأحمر، وبالتالي أي ما دام موجود الحوثيين موجود يد لإيران سيكون البحر الأحمر وخليج عدن مهدد دائما. شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي اليمني صلاح الأغبر، وأيضا شكر لضيفنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. شكرا جزيلا لكما.